سودوين إن هلا كان مشرح جولاد ومدحويني وهري ونصابه مشرح وهري ونصابه هرت واحد نولان إلهي واحد كبر ينا إن إلهي أنا قلنا أوان كل كوتة جينا إلهي إنه كو أقبله هلك أدوني سوى وراك يا نبض يشرفني ما إلهي كدوني أنت إلهي بان كدوني ومد مد هذا كله أنا واحد هاي بالشذي هاي تكاهيد واحد شعله نبض واحد بدن بين نبض كتاهني نبض ينوهن الحمد لله رب العالمين حسن إلهي ما هو ما هنغينا مد هذا كله ني قولاد واحد كسر دوين الناس سوق وسوق حولها واحد شو مجتمع هويك وايلك ومعناها دليل على لكل سكري قف كستا أو بدلنا واحد سكر سهوي أما هي بغدري غشة أما عانا قدا بسكر سهوي وبذيه ودرمي وينه ودمحينه وينه شيء هذا الكاسن وهذا الرنة ودب أهوي إن ما دحين وقت سلامينا وكوسر دوينا أنا وحن دونينا بشادي رايت كايت بان هاي واحد واحد غبط نصيبه مدحويني هوريون سود ويجي ونوي مي بات هاي وانكوس شرفينا مشرح نصاب بوغدا ورجع ما راح نوصل راح نوي ما هذا وحن هاي نقوله وإله ما هدي نعم نعم ما هذينا هنا أدب ما هذينا هنا إن واحد غبط كنا مدحويناها أو ترتميه وحن لنا إله يكو جوريه وحن دلنا يراه وأنا فرفرعون دكتور بان إذا عدك هذا جستوا ويل آدو فرفرعون أنا جو بنان كتشوجا وصن وحبي غبن بان دكتور أتكي سوا حاجة كذا ديلليو مركاو هلا يو وحقبت كمطلع كهلا يو ويل كاسو ديلليو حاجة كذا بين شق مايو وحوي وحن لا يانو ولا ياسو وحن كم ده بطلان تا ولي برجع نافضة ودلك كنا فوبي إذا كنا فوبي هويو سرعة ودك الله مايا oo difaacayo ka difaacaya cadawga dabada een haatan waan la nahay waaniga hadlaya goro waan deganahay oo ku sugnahay waxaan leeyahay madaxweyne hadii aad ku soo baxdid xilka anagu waxaan leenahay shacabkii baan ilaahay kugu guuleeyo waxaan leenahay si wanaagsan wax noogu qabo dadka iyaga liita hadday naafo tahay hadday oday salsaala tahay hadday duq tahay fadhida hadday tahay shacab weynaha وحكمان لنا هاي وحوى وادل كات كل هذا وعيد داري ويل آدو في الفرع أم بعدين وحن تلا لنا كسر بعد الساق وأنا كود عين يا إلى هاي كوك سو صار هذا النبضة ولا ليال وحيد كنمي وحيد كنمي ولا ليال إن الحال كي نوجانو وحن كبر ونبو قشاد وجوه رئيسي عن سمينه وأنا أوجانو دتك نلاش ربط أجعنتك وهي وما موين كيهو يوين كسوق شو أنا كبرونه أنا هو هي سوق سوق فريستا سوق كريسي أو أنت سوق كيسي سي أو وحنا ترى سنة هنا هنا لفنا بروتي برشدة وحنا ترى سنة هنا كارين وين وجبتان برشدة وحنا ترى سنة على وجب بدن برشدة هنا يدكو هيسان وسبب تأيدين قبل أبي أنا وحنا أمريه إني وحنا كده ده ليه هدول هاي رهدو وحقبت فوقه الرئي يشغل فوقه الرئيس أنا حوج ساري دونه ظروفها كوش غين إنسان إن أنا أحبك بدل دون هدول هاي دمو وربحنا ده أنا سيسين يعني قبضها دي هاي السنة إن أنا كدر صندوق إن شاء الله قرشياش عن وحقيقة بندوه إنه إلى يوم عكر جايين يا إنه 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 ولا قولي إيوه وأنا إدين تدار إن شاء الله أدمو ما سنت هالكلام عن آدي آدي وش دوينا إن ما أنت مدحويني هو هري ومشرحه وما أنت استاك جرو نقص وبغضي قولت سارح وحنلاقي إن هاي شو مدحويني دمان تنو حلن هاي سودو ستار في ستار كاي بوية مغادو مغادا دوية دوت كنا دوت كاي بوية ستار كاي بسمها كسعودة بسمها كسعودة هاد ارتامو في مريا الله بسنا ايه لح بلوت قبا قبا كجرا ودمان ياسان رجيني ان شاء الله مردو بكامة دا اتشوغة بدنا هادا وحيطة ايما هادان باديها سيدا كلا ستار كو في عيني هاي شروعية بدن باكا سعودة هاي دو دملنا عاد بي وعاوي سيئو ستيتني لوقف وشقالة عبال شقالي سيئي سيدي هوري حد وعدانا الحمد لله الشكري اسمها مو يعني وحكا لو حد انا هايستا مجرتو لما انتي محلين هايسود وادا مدحوينها نواسود وينينا هذي قبل شدا عفمات غوهرة يواميلها عرم دي كدريمي انو إن أباهن تهاي وحنا قبض كنتي عدو ترى بدن وأميرها أمهم سن إلى روين
dowladnimadu ay ay bulshada adeeg dhab ah ka gaarsiiso oo sababta aan saaka ugu soo hormarnay inaan isbitaalka Garoowe oo aan laf dhabar u ahayn kaliya magaalada ee gobollo badan oo ku xeerisan magaalada oo gaar ahaan waliba intii hadda u socday dagaalkaas qaano isbitaalkan wuxuu laf dhabar buu ahaa sidaas oo aan qayb badan xataa emergency loo diyaariyay ayaa ilaa hadda ka muuqda raadkeedii waa ku faraxsanahay inay runtii shaqo badan oo dhisme iyo dadaal ay wadaan agaasimaha iyo maamulka isbitaalku laakiin waxaan idan daraysanahay inay u sii baahan tahay runtii inta ay ka ballaaran oo annagana waa sababta aanu inaanu badan u kurgalo xaaladda isbitaalka iyo adeega caafimaad iyo daryeel uu bixinayo iyo waxyaalaha maaragtay caqabadaha haysta inaanu si dhab usii ogaano annagana waxaan ugu jirta qorshaha ilaahay idankiisa meelaha ugu muhiimsan oo aan inaanu awoodda saarno waxa ugu horeeya waa adeega bulshada oo caafimaadku runtii laf dhabar u yahay bulshadeenna maalin kasta xaq maaha inay u aadaan adeeg u doontaan iyadoo loo diyaarin karo in badanoo ka mid ah meelo ka baxsan deegaanada Puntland isbitaalkan wuxuu ka mid yahay isbitaalada waddanka laf dhabarta u ah marka ilaahay idankiis waa inta hadda aan hawshan ku jirnana wixii aan la qaban karno waa la qabanaynaa qorshahana waa noogu jirta haddii aan ilaahay idankiis aan xilka ku guuleysanay inaanu meelaha ugu horeysa oo caafimaadku aan wax badan qaban doona ay ku ka tahay waa u mahadcelinayaa runtii si dadaalka ka muuqda agaasinka iyo maamulka isbitaalka oo runtii duruuf adag iyo isbitaal isma socdaan laba sano iyo ziyaado oo duruufaha soo aragna ku shaqeynayaa waxay mudan yihiin runtii bogaadin iyo dhiirigelin dhammaan isbitaalada iyo adeega caafimaadka ee Puntland dhana waxaan rabnaa insha allah inaanu xaaladan xaalad aan ahayn aan gaarsiino hadduu ilaahay yiraahdo waa meelaha aan uga cil qabno in runtii aan u baahan yihiin wax ka qabo dhab ay u baahan yihiin iyo sixitaan dhab ay u baahan yihiin marka dadaalkiina ku mahadsan tihiin waxaa idinka dhimana insha allah oo aada noo sheegteen oo aada nooga waranteen iyo duruufaha ku jirtaana ilaahay idinkiis waxaan ku darsanaynaa qorshayaasheeda iyo waxyaalaha aan rabno inaanu sii dhuuruujino waxqabadkooda hadduu ilaahay aad iyo aad u mahadsantihiin.